ينضم إلينا للمزيد من الحديث دكتور أحمد ماهر، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة القاهرة. أهلا بك دكتور أحمد. أهلا وسهلا بحضرتك. البعض يتساءل في هذه المرحلة عن مدى جدوى القانون الدولي والقواعد التي وضعت لحماية المدنيين عبر سنوات طويلة في التاريخ، وتحدث عنها الغرب كثيرا لكنها لم يطبق أي منها في المرحلة الحالية في الأزمة الحالية. ماذا عن شرعية كل ما يحدث وكيف يتم التعامل معه من وجهة نظرك من قبل القانون الدولي؟ هو حاليا اللي بيحصل ده خارج كل حدود اي شرعية دولية. كل اللي بيتم هو يندرج تحت بند جرائم الحرب. لو تم طبعا يعني تقديم كل المشاهد، كل اللقطات، كل الجرائم، كل اللي بيحصل لازم يكون في نوع من انواع التسجيل، علشان ده هيتقدم بعد كده المفروض بالوسائل يعني المتاحه لدى، حتى ممكن مش بس الشعب الفلسطيني، يعني ممكن يعني جهات تانية تكون مساعده، بس طبعا لازم يكون الشعب الفلسطيني هو الاساس اللي بيقدم بعد كده للمحكمه، محكمه العدل الدوليه، علشان يقدر يعني يتخذ اجراءات على القاده العسكريين الاسرائيليين او القياده السياسيه اللي بتحكم اسرائيل في هذا الوقت. يعني نعم دكتور احمد، ما نراه هو مهاجمه من قوات الاحتلال للاراضي الفلسطينيه في غزه وللمدنيين العزل. لا نجد حرب بمعناها المفهوم ما بين طرفين، هي هجوم من قوات الاحتلال على المدنيين العزل. في نفس الوقت نجد الولايات المتحده الامريكيه تصعد من الامر، وجود قوى عسكرية كبيرة في البحر المتوسط، أيضا اليوم أعلنت عن نظام دفاعي صاروخي يتم نشره وهو ثاد، الكثير من التصعيد العسكري. كيف ترى هذا الأمر في هذه المرحلة؟ أرى أنهم يستعدوا لمعركة أكبر من معركة يعني مجرد مجموعات يعني مجموعات مقاومة زي حماس عشان يواجهوها. واضح ان هما بيستعدوا لمواجهة اخرى مع حزب الله اللي هو ممكن يكون اقوى 10 مرات من حماس، وان هما بيستعدوا او بيحسبوا انه ممكن يهجم ده اتجاه كمان، او ورا حماس اللي هي ايران كذلك، انها ممكن ايران مش هتدخل في الحرب مباشر اطلاقا، انما لازم يعني هم اللي يستفزوها او يحاولوا ان هم يوجهوا ليها ضربه عشان هي تدخل، لكن هي ممكن تشعل المنطقه بادواتها اللي موجوده على الارض، يعني سواء حماس او حزب الله او الحوثيين او غيرها يعني. فده القلق اللي ممكن يكون الولايات المتحده خايفه منه، وان اسرائيل يبدو ان الجيش الاسرائيلي غير قادر وحيدا يعني ان هو يواجه كل ده. فكان هذا الدعم، على فكره السفن او حملات الطائرات الموجوده دي قواعد كامله، يعني فيها من اجهزه الشوشره والاعاقه والتجسس والتسلط اللي هي بتقوم باعمال التجسس. هل تحتاج الولايات المتحده لكل هذا في ظل وجود قواعد عسكريه لها فعليا في الشرق الاوسط؟ الواضح ان في كمان القاعده دي بيتم فيها الاجتماعات بين الجيش الامريكي والجيش وقاده الجيش الاسرائيلي، قاعده تشاور بالظبط، وقياده وسيطره كمان وتحكم. يعني واضح ان اللي بيدير او اللي هيدير المعركه يعني واضح يعني تماما ان الجيش الامريكي، يعني انا اشعر او استشعر ان اللي هيدير المعركه هو الجيش الامريكي، او هو اللي هيوجه المعركه في الاتجاهات المعينه، لانه القوات الاسرائيليه يعني اظهرتها حماس انها ضعيفه نوعا ما. يعني اظهرت ان الجندي نفسه يعني حضرتك لو جبت صور الوجوه حتى جنب نتنياهو وهو بيتكلم مع الجنود، تشعري ان هم خايفين. نعم اتفضل دكتور احمد. اسرائيل طلبت من المواطنين في غزه التوجه جنوبا، في نفس الوقت هي تتحرك، قصفت مطارين في سوريا بالامس منذ ساعات. كيف ترى هذا التصعيد في الاتجاهين؟
انا شايف ان طبعا الضغوط اللي بتتم على اخر تصريح خرج منهم على منطقة الشمال ان هم قالوا ان اللي هيتواجد في المنطقة في الفترة القادمة هيكون ضلوع بشرية ومشارك للمقاومة او الارهابيين ما يسميهم هم الارهابيين من المقاومة الفلسطينية في الشمال علشان يسمح لنفسه ان هو يعني يقتلهم، يعني يسمح نفسه ان هو يفجر المناطق اللي هم فيها، ما عندوش مشكلة يعني. فكمان ان هو بيدفعهم دفعا كمان ان من يعني حاكل اصلا الكثافة في الوسط او القطاع نفسه كله حوالي 6000 نسمة في الكيلومتر مربع. لو نزح العدد ده كله في الاتجاه الجنوب هنتكلم على 10000 نسمة في الكيلومتر مربع، يعني هيكون في زحام، وكمان هتكون لو بعد كده لو حصل قصف على المناطق دي كمان هتكون الاصابات اكتر وهتبقى كارثة. فهم عايزين يدفعوهم دفعا في اتجاه الحدود المصرية، وكمان ان هم يدخلوا المساعدات في اتجاه رفح تحت اشراف الانروا او تحت اشراف الامم المتحدة ماشي، لكن بكميات قليلة بحيث ان هيحصل عليها تكالب او صراع اشبه كده بالصراع اللي كان بيستخدمه النازيين في حربهم ضد الاتحاد السوفيتي لما كانوا بيجيبوا مليون واحد ويدوهم كميات قليلة من الاكل بعد ما يحاصروهم، تمام، عشان هم يقتلوا بعض بدل ما هم الالمان يقتلوهم. فواضح ان دول يعني تلاميذ لدول يعني، او كانهم نازيون جدد. نعم نعم، صدقت في تعبيرك في الحقيقه اللي كان يعني كان على لساني. دكتور احمد، البعض يتعجب من تصعيد الولايات المتحده للامر ولديها حرب بالوكاله في اوكرانيا ضد الجانب الروسي، وها هي تدخل صراع جديد بجوار قوات الاحتلال الاسرائيليه. كيف ترى وضعية الولايات المتحدة وهي تقوم بتمويل الجانبين في وقت هي تعاني فيه بالأساس؟ الولايات المتحدة بتدير في رأيي أو هي الدولة التي تتمكن دائما من صنع الأزمات وإدارتها، وإدارتها لصالحها بالتأكيد يعني. وهي على طول تاريخها من بعد حرب العالمية الثانية بتعمل هذا الأساس في عملها يعني. فهي اللي أحدثت الأزمة في أوكرانيا، وهي اللي بتديرها دلوقتي في معركتها لاحتواء روسيا. وكذلك دلوقتي هي بيبقى ليها تواجد في المنطقة بعد ما بقت روسيا دخلت في المنطقة وقدرت إنها تحقق نتائج، الصين كذلك تحقق نتائج في الصلح بين إيران وبين السعودية. كل اللي بيحصل ده طبعا ده مش من مصلحة أمريكا، فعشان كده أمريكا حاولت تعمل طريق بري في تعاون بين لو ده لازم انا اربط ده ضروري يعني، في تعاون بين السعوديه وبين اسرائيل وبين الامارات في اتجاه اوروبا في تقل الطاقه. يعني انا مش عايز اتكلم عن الهند، انا بتكلم عن المنطقه دي بالذات يعني. طيب انا لما انا فجاه كده يحصل ان الضربه اللي حصلت دي، انا شايف انها الضربه دي لا علشان يعني ادمر هذا التطبيع اللي عملته حماس طبعا بالوكاله عن ايران، هو لتدمير هذا التطبيع. فهو بيدافع عن التطبيع ده، هو بيدافع عن وجوده في المنطقه لصالح الصين اللي ممكن هي تكسب المنطقه بعد كده، او لصالح روسيا. فهي معركه انا شايفها انها كونيه بين الصين وبين الولايات المتحده، او الصين وروسيا من جهه والولايات المتحده من جهه. طيب اذا كانت هذه هي الدول المتواجهه في حقيقه الامر، هل يعني هذا ان دائره الصراع لابد في واحد من السيناريوهات ان تتسع؟ بالظبط كده، دائره الصراع تتجه للاتساع في الفتره القادمه، ولا احتمال لاي سلام في وجود نتنياهو وفريق العمل معاه. طيب الداخل الاسرائيلي يقوم بتظاهرات في الايام الماضيه مطالبا نتنياهو بالرحيل وبانه فشل في اداره ملف الامن الداخلي لاسرائيل وباعاده الاسرى. كيف ترى وضعية الداخل الإسرائيلي وقدرته على الضغط بالتأكيد؟ هل الداخل الإسرائيلي لما قاموا بمظاهرات ضخمة جدا ضد نتنياهو علشان حاول ان هو يغير من القانون القضائي لصالحه حتى لا يعزل، هل نجحوا؟ فمش هينجحوا في ده زي ما نجحوش في اللي فات.
نعم. يعني هو يقبض على زمام الامور. هو دلوقتي هو بص حضرتك، هو بيهرب الى الامام، بيهرب الى الامام الى اتجاه المعركه. فهو عايز يطيل امد المعركه لمده سنه ونص علشان كل ما اطال المعركه كل ما بعد عن الازمه الرئيسيه بتاعته ويحقق انتصارات يبدو بعد كده ان هو بطل فيمجدوه. فهو ده هدفه دلوقتي، فعلشان كده هو هيستمر على قد ما يقدر ويهرب الى الامام عشان يجمع الشعب الاسرائيلي حواليه. نعم. الإعلام الغربي بما فيها الإعلام الإسرائيلي يصدر لفكرة استعداد إسرائيل للغزو البري، ويتحدث عن قوة إسرائيل في هذا الغزو باستعداد بقوات خاصة أو بمعدات خاصة، منها دمية الدب اللي هي بتمهد الطريق، وبعدها دبابات المركافة وما شابه، على الرغم من أن إسرائيل تحاول أن تدخل متأخرة إلى فكرة الحرب البرية لصعوباتها عليها، فكيف ترى هذا التناقض؟ التأخير في العملية العسكرية لحد دلوقتي أنا شايف أن سببه هو الولايات المتحدة الأمريكية، لأنها زي ما متحرك أنها بتعمل تجسس وتسلط باقتراب اللي هي حملات الطائرات الموجودة، فواضح أن هي اللي بتأجل. يعني كل ما إسرائيل تقول هي بتوقفها علشان هي شايفة أنه يكون في خطورة على الجيش الإسرائيلي في الهجوم في هذا التوقيت، لان المعركه اللي هتدخل فيها، يعني عايز اقول حاجه، ان هم انا شايف ان المعركه اللي هيدخل فيها الجيش الاسرائيلي في غزه هو فخ معمول ليهم. يعني انا شايف ان اللي عملته حماس هي اكيد عارفه ان ده هيكون رد الفعل ده من خلال خبراتها في العمليات السابقه كلها. فاللي هيتم هو تم قبل كده، فانا اتوقع ان هم بيجهزوا لفخ، والفخ ده بتحاول الولايات المتحده انها تساعد اسرائيل في كشفه عشان تقلل من حجم الخسائر اللي هو ايه المحتمل والكبير اللي ممكن يحصل في الجيش الاسرائيلي، واللي هيزود الضغط بعد كده على نتنياهو وحكومته امام الشعب الاسرائيلي. نعم، اشكر حضرتك دكتور احمد ماهر استاذ العلوم السياسيه والعلاقات الدوليه بجامعه القاهره على هذه القراءه للاحداث.